على حسب العدد سواء مجموعتين او ثلاثه. العيد اللي فات كان اربعه، اللي قبليه كان ثلاثه، العيد ده مره اثنين على حسب العدد اللي بيجي. وبنبتدي نتحرك بقى من مشط شوارع وسط البلد. مين الطريق بتاعنا بيبقى كوبري قصر النيل بعدين كورنيش. لو لقينا الموضوع ما فيش حالات كتير تحرش او كده بنمنعها، بنتحرك في مسارات ثانيه. يعني ممكن نتحرك في التحرير عبد النعم رياض، ساعات قليله نتحرك في طلعت حرب لما يكون الموضوع هناك، لما بنعرف نسخ مع البياعين وكده عشان ما يحصلش مشاكل. بس ده تقريبا مسارنا. يعني بدأت الفكره من قد ايه؟ الفكره ابتدت في عيد 2012، عيد الاضحى 2012. كان ساعتها جت فتره كده، جت تقارير كتير وتقارير اعلاميه كتير ان في حالات تحرش بتحصل في وسط البلد، وكذا حد صور يعني. فالشباب كانت حركه مش منظمه قوي في الاول. حد شادي حسين عمل ايفنت على الفيسبوك وابتدى يدعو اصحابه كده، فابتدت الناس تعرف عن الموضوع. اول مره الموضوع ما كانش منظم وكان عشوائي شويه، ما كناش لابسين فيستات، بس ما كناش عارفين لسه هنعمل ايه. وبعدين ابتدى الموضوع يتطور وكده، وبقينا طلعنا موضوع ان احنا هنرش على المتحرش، بنرش عليه بستنسل وسبراي، انا متحرش على ظهره وبنسيبه. يعني دعم الحمله بيكون فين؟ لا كلها تمويلات ذاتيه. يعني احنا كل ما بنبتدي الموضوع بنتجمع مثلا قبل العيد كده باسبوعين ولا حاجه، وكل واحد مثلا بيجيب من صحابه وبيلم من دايره معارفه يعني. يعني اصلا الحاجات اللي بنحتاج ان احنا نصرف عليها في الحمله قليله، يعني بنشتري فيستات وسبراي ومفيش حاجه ثانيه، فالمصاريف ما تبقاش كتير، فاحنا بنلاقيها من بعض يعني تمويل ذاتي. النهارده لحد دلوقتي خمس حالات، احنا اتقسمنا مجموعتين، احنا كان عندنا حالتين وهم عندهم ثلاثه، فخمس حالات او ست حالات. دي تحرش جسدي يعني، باقي الحالات كلها معاكسات. حالات المعاكسات احنا ما بنتعاملش معاها بعنف فبنحسبهاش يعني. زي كده الفاظ مقارنه الفاظ لا الموضوع بيقل. اكتر سنه كانت واجهتك فيها تحرش فيها حالات؟ السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان الموضوع كان زياده قوي يعني، كان حالات كتير جدا، وكان الموضوع ساعات بيبقى فوق طاقتنا، وكان عددنا كمان اكبر. دلوقتي احنا عددنا اقل والحالات مش كتير. انا مش عارف ارجع ده لايه، بس هو ليه اسباب كتير يعني. موضوع فكره التحرش نفسها ابتدت تنتشر اكتر، والمجتمع يبقى ليه وعي عنها اكتر من العادي يعني. فالناس ما بقتش تنزل، البنات ما بقوش ينزلوا في العيد، حاجات كده كتير يعني. اكتر مشاكل بتواجهك انت في المسيره بتاعتك؟ رد فعل الناس ساعات كتير بيكون سلبي، كتير بيدافعوا عن المتحرش، بيبرروا له. لما ناس كتير بتتدخل في زي بيزيطوا يعني، الموضوع بيبقى عشوائي جدا بقى، وتلاقي ناس كتير موجوده، الموضوع بيبقى شكله فيه مشكله، فتلاقي ناس اكتر بتيجي. فالناس اللي بتوعنا في الحمله نفسهم بيفتكروا ان في مشكله، فيبتدوا يخشوا ويدخلوا اكتر، في الموضوع بيكبر من غير حاجه. دي تعتبر اكبر مشكله تبقى موجوده. تاني مشكله بتبقى يعني موضوع الداخليه، طبعا الداخليه ما بتبقاش متعاونه تماما. في حالات كتير جدا، احنا السعيد اللي فات مثلا اتقبض على اربعه من التحرير من عندنا، وبعديها طلعوا وبعديها بفتره يعني، وبعديها اتقبض على واحد مننا في اخر اليوم خالص، و من اللي بيكافحوا التحرش اتقبض على واحد، وبرده مش عارف طبعا هي الداخليه مش محتاجه تدي تهم يعني، بس هو اتقبض على واحد وخدوه وقعد فتره كده. وفي الاخر يعني الموضوع اتحل في الاخر، بس قعد كتير يعني، قعد مثلا بتاع اربع خمس ساعات احنا مسحولين وراه، ولفينا على اسم قصر النيل ورحنا مش عارف فين، وجبنا له محامي، وكانت قصه يعني. وراحنا كنا بيت الساعه 2 3 بالليل يعني.
كل عيد تقريبا بيحصل حاجه زي دي. يعني عيد برضه اول عيد نزلناه برضه اتقبض على منسق الحمله شادي واتاخد في نقطه جوه المترو، وفي اسكندريه اتقبض على ناس برضه. فيعني في حاجات كتير بيحصل فيها مضايقات الحمله يعني بالداخليه. السنه دي عشان ابقى صادق كان الموضوع يعني نيوترال، مفيش لا بيتدخلوا ولا بيعملوا حاجه، يعني لا ضايقونا ولا منعونا ولا عملوا حاجه ولا بيعملوا كده. يعني احنا اصلا شايفين ان دورنا ده مش يعني ده مش دورنا احنا نعمل تحرش، ده المفروض ده دور شرطي بتعمله دوله. المفروض ان في سياسه معينه ازاي نقدر نعمل تحرش من الشارع يعني الحكومه بتديها للشرطه، فده مش دوري، انا جاي هنا اعمل دور مش دوري. فالفكره كلها ان هو حتى في جميع الاحوال هو دورهم بيبقى سلبي. احنا ايا كان تحركنا دورهم سلبي، يا اما بيضايقونا يا اما بيبقى سلبي يعني. بس طيب ماشي، يعني هي الفكره كلها ان المشكله دي ابتدى الضوء يتسلط عليها متاخر يعني، بس هي موجوده من زمان. كل عايز اقوله يعني في الاخر دي حاجه حيوانيه يعني. يعني مهما كان التحرش ده في الاخر يعني انت بتعتدي على حاجه مش بتاعتك وبتعتدي على حريه حد انه بيتحرك، وما بتعملش حاجه غير بتخلي المكان اسوء وفي الاخر هتترد لك يعني. فرسالتي للشباب فعلا يعني انا اللي هكلمهم والناس اللي ماشيه عادي ان ما يسكتش على حاجه زي دي، لان كتير جدا بيحصل ان بيبقى في حالات تحرش او حالات معاكسه تبقى موجوده في محيط فيه شباب عاديين ممكن يكونوا بيعملوا اي حاجه بس هم سلبيين. فانا رسالتي ان هم يبقوا ايجابيين، يعني لو واحد زعق، لو كل شاب حصل قدامه حاجه زي دي زعق او عمل مشكله او الموضوع ده بقاش متقبل، هيبقى في حاله من الاستهجان المجتمعي للموضوع، فهيبقى حاجه خلاص، هيبقى في ثقافه كده ان المجتمع رافض الموضوع ده ان دي مش حاجه عاديه. لكن دلوقتي احنا بنمشي كتير جدا الناس بتبرر، يعني الشباب بتيجي تبرر لنا يا عم ده عيد يا عم مش عارف ايه، سيبوا الناس تعيد. في حالات انا شخصيا بستغربها، يعني كان في واحد واقف مع مراته مره وفي حاله تحرش قدامه وكان بيبرر وبيقول يا جماعه ده عيد يا جماعه ايه المشكله ومش عارف ايه. فانا ما بقاش فاهم الناس بتفكر ازاي. فانا كل بقوله الناس تبقى ايجابيه اكتر ويسترجلوا يعني. رسالتك للاسره المصريه انا شخصيا رايي ان انا مش شايف ان يعني احنا اصلا فكره الموضوع قايمه على ان الناس حره. يعني انا شايف ان في ناس كتير وسطاء بينزلوا، اقصى حاجه ممكن يستمتعوا بيها هي وسط البلد، المراكب الرخيصه اللي موجوده والاماكن اللي ممكن يقعدوا فيها، الحدائق العامه اللي ببلاش، اكتر حاجه ممكن قدراتهم الماديه يعني يعرفوا يستمتعوا بيها. فانا مش شايف ان دي غلطتهم هم يعني. المفروض طبعا يبقوا حذرين، المفروض اهلهم واخدين بالهم ودايما نازلين معاهم حد يبقوا عارفين هم رايحين فين. لكن مش شايف ان دي المشكله في الناس اللي بتنزل تعتدي على حريه ناس ثانيه في نهايه تعيش حياتها طبيعيه، دي الازمه فعلا. بس ده رأيي تجاه الموضوع يعني. خلاص حاجه حبيبي تعملها مع مين يا عم؟ خلاص حاجه انت اللي في حاجه بس الحمد لله.